السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شات جي بي تي بلجن يعني ايه؟ يعني ادوات بتضاف لشات جي بي تي بحيث تديله اداء اعلى او بتديله خاصية ما كانتش موجودة فيها قبل كده، زي خاصية مثلا ان انت ترفع له ملف بي دي اف وهو يناقشك فيه او تسأله في الملف البي دي اف دوت، هو يبدأ ان هو يجاوبك من خلال الملف ده. بس طبعا هم بالمئات، لان هي حرفيا هو بيسمح بس للموقع انها تبرمج جواه، فبيدي خصائص حلوه قوي. طيب تعالى نفهم الفكره. انا عندي شغال عادي، فبتقول له بس ايه، فعل لي البلاجن، وتبدا تختار انهي بلاجن اللي انت عايز تفعله وتشتغل عليه. ممكن مثلا حاجات تبقى خاصه ايه بالمطاعم والوجبات والحاجات دي كلها، فلما تساله يبدا يعرف انت موجود فين ويسالك اقرب، يعني يجيب لك اقرب مطاعم ليك وايه الاكلات المفضله هناك والحاجات دي كلها. يعني ممكن مثلا موقع متخصص بالرحلات، فلما تسال يجيب لك الاجابه من الموقع دوت. هي دي فكره البلاجن، ان هو هيضيف خاصيه وميزه ما كانتش موجوده قبل كده، فلذلك دي حتى الان بفلوس، ممكن مع الوقت تطلع مزايا كتير، لان هو لازم يبقى فيه جزء مجاني وجزء بفلوس. حتى جوجل دلوقتي بدأت تعمل ذكاء صناعي بفلوس للناس اللي مثلا هتدفع اشتراك وحاجات زي كده، والفيسبوك برضو هتعمل نفس الفكرة. يعني التويتر لما عملت ان هو اللي هيدفع فلوس هو اللي هيوثق باللون دوت الأزرق، بدأ ناس كتير انها تتبعها. طبعا انت لو مسطبش كل البلاجنز انت كده ممكن تخليه يتلخبط ويديك نتائج سيئة. فعلا لو سطبت كل حاجة هيجيلك اجابات ممكن تكون مش هي دي اللي انت عايزها. فسطب بس البلاجنز اللي انت عايزها. انت تبدأ تشوف هل في بلاجنز موجودة تستاهل ان انت تدفع عليها فلوس. لو ادفع مادام العائد هيبقى اكتر. يعني لو انت لقيت ان هو هيفيدك في البرمجة مثلا وانت محتاجه في الشغل بتاعك ويوفر عليك وقت، توكل على الله. ممكن تلاقي ان هو لا مش مديني الافادة المعينة ديت، خلاص ابعد عنه.